مشاهدينا، في الآونة الأخيرة أصبحت المرأة الليبية قادرة أن هي تكون جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الليبي، خاصة الشابات اللي قدروا أن هم بمشاريع بسيطة جدا يحولوه إلى مشروع استثماري ناجح بكل. ومن هادو الفتيات خلينا نشوفوا تفاصيل أكثر على مشروع نهى سالم الشابة الليبية اللي حبت أن هي تصمم مشروعه هو تغليف الهدايا. خلينا نشوفوا تفاصيل أكثر على مشروعها. أنا من وأنا صغيرة نحب ننسق في الألوان، سواء في الألبسة، سواء في المكياج، سواء في الأوشحة، وعندي عامل المفاجأة، نحب الواو إفكت، نحبه يعني على الناس لما يشوفوا هدية. عادة الهدية مش في شكلها، في التغليفة وهي اللي تجذب أكثر حاجة. فاكتشفت أن أنا في تنسيق الألوان تمام، في تغليف الهدايا للناس مثلاً ماشيلهم مناسبة حاجة هيكي، ديما كنت أنا مسؤولة على حاجات زي هي. ومعروفة على نطاق العائلة أننا نعرف نغلف هيكي ونحب الألوان وتنسيقها، ونعرف وش نهدي وش نعطي وش ندير، حجم البوكس، شكل الهدية متناسق مع حجم البوكس، لو في إضافات أو حاجة زي هي. دراستي تجارة إلكترونية إي كوميرس بلس سوفتوير إنجينيرينج من جامعة هندية بريطانية. ملياش هي نوعا ما تجارة إلكترونية ملهاش علاقة بالألوان، لكن تجارة نوعا ما لقيت روحي انفولفد يعني فيها، مشتركة فيها غصبا عني، لأن مجالي فيه تجارة وأخذ وعطاء مع الزبائن. شريكي هو الإنسان، أكثر إنسان شجعني في الموضوع هو شريكي، هو اللي اكتشف الموهبة هذه عندنا، شجعني جدا، دعم مادي معنوي كان جدا فول سبورت عطيهولي في الموضوع هو. بدايتي كانت أنني غلفت لمناسبة، فهو شاف الصور فأعطي اقتراح أنا كيف بديت درت صفحة، فهو زاد كبر المشروع أكثر وبدأ بالشكل اللي أنتوا تشوفوا فيه. هذا بالنسبة لسوق العمل. فكرتي ما كانتش أنني نبي نخش سوق العمل، لأن هيك بروجكت دايرته، ما كنتش نعرف أنه حنكبر هيك بتوفيق من الله الحمد لله. أعتقد الحمد لله إلى حد الآن ماشيين بالبطء الناجح وليس السرعة المخيفة، فالحمد لله لحد الآن ما فيش صعوبات. بالنسبة لتوفير البضاعة أحياناً يكون في صعوبات لأن البضاعة تجي من برا وهيك، لكن الحمد لله أنا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي ما كانش عندي، كأنثى كامرأة موجودة في ليبيا ما كانش عندي مشكلة، هي بفضل وجود شخص رجل اللي هو أحمد برباشة، معاه كان دائما موجود ويعطي فيها سبورت، وديما البضاعة تكون موجودة وما يخليش في أي صعوبة تجي فعلا يواجه فيها الحمد لله. ان انت تعرف نفسية الزبون، يعني الزبون في شين يفكر، شين يبي، اللي بيهداها هل هي زوجته، امه، اخته، بنته، اخوه، عمته، لازم تعرف نفسيته شيني وشين هي المناسبة، ومن وحي المناسبة ومن شخصية الشخص تقدر تعرف كيف بتغلفها. فهديتي تحكي، يعني انا نحب الهدية تكون تحكي في قصة. سياسة المحل سواء مني انا او من شريكي تقتضي ان احنا منجوش على الزبون، يعني مش مهم الربح بس في الموضوع، نربح ونكسبه هو كزبون. فأسعاري مناسبة الحمد لله، أي حد يجي الحمد لله بشهادة الجميع، أسعاري تعتبر مناسبة للناس جميعا، جميع الفئات سوى اللي بيخلص من 5 تبدأ لحد 1000 جنيه، فمتوفر عندي كل الحاجات هي. اللون المفضل عندي النود. أجمل هدية قمت بتغليفها في هلوة الحقيقة، تعاملنا مع شركة تويوتا، تعاملنا مع صيدلية جرابة، ومش في تغليفة أو اثنين، أكثر من 15 تغليفة، تعاملنا مع محلات ياسين للأفراح، فعندي هلبة يعني أنا ما نحبش القطعة تطلع بدون ما نكون أنا حاكي معها قصتي، لذلك هلبة قطعة عندي جميلة. إن شاء الله حنعطيكم صورة لأجمل تغليفات قمنا بها، تكون بسيطة لكن تحكي في قصة وفيها لقطة ما دارتش. وعندنا ميزة احنا التغليفة ما تتغلفش مرتين، يعني يجي زبون يبي هدية ما نكررهاش زبون تاني إلا لو كانت كاستمايزد، يعني شيني جاي مخصوص يقول أنا شفت أحيانا نبي زيها بالضبط، غير هيك ما نحبش نكرر نفسي. ما تختارش لأن الناس داروا ورد أنا نبي ندير ورد، لأن الناس داروا هيك أنا نبي ندير هيك، كون بروحك في هديتك، احكي على خليها تحكي على شخصيتك، مرات حاجة بثلاثة جنيه لكن تحكي شخصية، تحكي قصة. فنحب الناس إنه يكونوا مميزين لما بيختاروا الهدية، ومش بحجمها ومش بقيمتها المادية، هي قيمتها المعنوية الهدية والتغليفة بتاعها. قلت لك شكرا لكم وبارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله.